تفضل يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسة النطق بالأحكام وتنبيه للحضور جميعا، ممنوع الصوت، واللي هيتكلم هيقع تحت طائلة القانون. باسم الشعب، دول واحد، سيد عيد سيد، حكمت المحكمة حضوريا ببراءة سيد عيد سيد مما نسب إليه من اتهام، وبمصادرة الأقراص المخدرة والسلاح الناري والذخائر المضبوطين. رول 2، شهاب حسني أحمد، حكمت المحكمة حضوريا ببراءة شهاب حسني أحمد مما نسب إليه وبمصادرة المخدر المضبوط. رول 3، أيمن إبراهيم منير، يقول المولى سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. يا أيمن، لقد زين لك الشيطان هذا الاسم العظيم باعتدائك على أمك التي قامت بتربيتك، وغاب عقلك وغاب ضميرك وتناسيت كل القيم والأخلاق والمبادئ مقابل شهواتك وانحرافك عن الأصول والتقوى، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لقد اقترفت اسم عظيم وخالفت كل المثل والأخلاقيات والقانون. لذلك وبعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا والاطلاع على المادة 304-2 والمادة 313 من الإجراءات الجنائية والمادة 268 فقرة 1 عقوبات، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة أيمن إبراهيم منير حسين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليه، وألزمته المصاريف الجنائية وقدرت مبلغ 500 جنيه أتعاب محاماة للمحامي المنتدب. صوت 4، محمد أحمد محمد وسعيد طارق سعيد، حكمت المحكمة حضوريا ببراءة كل من محمد أحمد وسعيد طارق مما نسب إليهما من اتهام وبمصادرة المخدر المضبوط. 6، حسن مجدي عوض، بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا ومطالعة المواد 304 فقرة 2 و 313 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 1 فقرة أولى و 237 فقرة أولى و 42 فقرة أولى من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل والبند رقم 91 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 سنة 97. المحكمة رأت إن في ظروف وملابسات بالنسبة ليك شخصياً، فاستخدمت ما جاء بالمادة 17 من الرأفة، وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة حسن مجدي عوض بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة 10,000 جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصروفات الجنائية. رول 7، محمد عبد الله السيد،
حكمت المحكمة حضوريًا ببراءة محمد عبد الله السيد مما نُسب إليه وبمصادرة المحرر المزور المضبوط. رول 8 إبراهيم علي فتحي، حكمت المحكمة حضوريًا ببراءة إبراهيم علي فتحي مما نُسب إليه وبمصادرة المخدر المضبوط. 9 علي هريدي، بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا ومطالعة المواد 304 على 2 و 308 و 313 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 236 فقرة 1 من قانون العقوبات والمواد 1 فقرة 1 و 25 مكرر فقرة أولى و 30 فقرة أولى من قانون 394 سنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الموافق بالقانون الأول والمادة 32 لارتباط الاتهامين ارتباطا لا يقبل التجزئة. فحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة علي هريدي أبو المجد هريدي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية. أيد عز الدين، حكمت المحكمة حضوريا ببراءة أيد عز الدين عباس مما نسب إليه مصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين. 11 جودة أحمد فتحي، حكمت المحكمة ببراءة جودة مما نسب إليه رفعت الجلسة.